تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات، أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة. يأتي ذلك انطلاقاً من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيداً على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.